حزب الشعب الحاكم يخسر الأغلبية في انتخابات النمسا السفلى. بعد اشتباكات مع قوات الكوبرا، الشرطة تقتل مسلح في فيينا. الشرطة تعثر على 6 أطفال مع رجل من رافضي الدولة في كابون مهجور. النمسا تسجل رقماً قياسياً في أعداد اللاجئين العام الماضي. دعماً للمناخ، النمسا تقدم حوافز مالية لكل من يقتني سيارة كهربائية. مرحباً بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. انتهت الانتخابات المحلية في الولاية الأكبر في البلاد النمسا السفلى بخسارة تاريخية لحزب الشعب الحاكم بأغلبية مطلقة بهبوط بنحو 10 نقاط. وحقق حزب الحرية اليمينية المتطرف أفضل نتيجة له منذ عام 1945، واعتبرت هذه الانتخابات اختبارا حاسما للمزاج السياسي في البلاد التي عاشت سلسلة من الفضائح المتتالية. وقال المستشار نهما أن الوضع الحالي في مصلحة أولئك الذين يقدمون إجابات بسيطة على الأسئلة الصعبة، متعهدا بتقديم حزبه لما هو أفضل في الفترة المقبلة. اضطرت قوات الكوبرا والفيغا لقتل رجل نمساوي بعد أن تحصن في منزله وأطلق النار مباشرة على رجال الشرطة. وبحسب وزارة الداخلية، اضطرت الشرطة للتدخل في فيينا بالحي 14 ظهر يوم السبت بعد شكوى من أحد الجيران، حيث قام المسلح بتهديده. وبعد مفاوضات متعثرة، اضطرت الشرطة لتفجير باب الشقة، فيما قام المسلح بإطلاق النار مباشرة على الشرطة عدة مرات، ما جعلهم يردون عليه بإطلاق النار الذي أدى لوفاته على الفور. عثرت الشرطة على 6 أطفال بريطانيين في النمسا كانوا يعيشون في كابون مهجور مع والديهم شمال النمسا. وحسب قناة سكاي نيوز الإنجليزية، قالت الشرطة إن الرجل النمساوي عضو في حركة مواطني الرايح اليمينية المتطرفة، حيث تم استدعاء الخدمات الاجتماعية إلى أوبريتس بالقرب من الحدود التشيكية عندما علم السكان بوجود الأطفال. وعندما حاولوا الدخول، هاجمهم الأب برذاذ الفلفل، وتم استدعاء الشرطة واعتقل الرجل. وتم نقل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 أشهر و5 سنوات مع والدتهم للرعاية الطبية. أعلنت وزارة الداخلية أن النمسا تلقت 109,000 طلب لجوء العام الماضي، مضيفة أن فرص معظمهم ضئيلة للقبول باستثناء أفغانستان وسوريا. وجاء الأفغان في مقدمة الطلبات بنحو 24,000، ثم الهند وسوريا 19,000، ويليهما تونس والمغرب وباكستان وتركيا على الترتيب. وأكد البيان أن غالبية اللاجئين لم تكن النمسا هي وجهتهم، موضحا أن أكثر من 40,000 شخص قد غادروا. وأكدت أنه تم رفض ما يصل ل 80,000 طلب، فيما أن نسبة القبول لا تتجاوز 15%. أكدت وزيرة حماية المناخ ليانا جيفيسلا أن المستقبل على الطرق سيكون للكهرباء، مشيرة إلى منح حوافز مالية لاقتناء السيارات والدراجات الكهربائية. وبحسب وكالة الأنباء النمساوية، سيتم منح 5,000 يورو عند شراء سيارة كهربائية، وتمويل البنية التحتية للشحن الخاص ب 600 يورو لصناديق الحائط و 1800 يورو للأنظمة المجتمعية في المباني السكنية، ودعم شراء دراجة إلكترونية بمبلغ يصل إلى 1900 يورو. وأعلنت الوزيرة أنه سيتم تخصيص 95 مليون يورو لوسائل النقل الكهربائية هذا العام. هل تحفزك تلك المغريات لاقتناء سيارة كهربائية؟ كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم. لا تنسوا المشاركة والتعليق والإعجاب على أخبارنا. كنت معكم أنا ريم، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.